ليش رجعت البيت مؤهل أمس؟ أمس؟ لأن عندي امتحانات لازم أدرس لها، رجعت أدرس وكان عندي مدرسين جوني في الليل. اللي الله يوفقك إن شاء الله، نفرح فيك بتخرجك. بس المشكلة يعني هالامتحانات خلاص الفاينل، ما في امتحانات بعدها، يعني هذا بيكون ماي في جيم. ما بس ألو، هلا فهد، شو اخبارك؟ الحمد لله تمام، انت وين؟ والله في الليلة مع الاهل. ايه ايش رايك تروح ويانا الشاليه؟ انا وغانم بحر؟ عندنا امتحان بكره يا رجال. عادي، ما حد درس اصلا. انت درست له؟ ايه، انا وغانم ما درسنا، بندرس بعدين، انا بس بنتمشى شوي، بنستانس وبنرجع. ايه هلا، اخبارك؟ طيب. ها وين؟ وين؟ ايش في متاخرين عصا؟ خلاص خلاص، اوكي بجيك. اوكي، انت وين طيب؟ في اللولو؟ اوكي جايك الحين، يلا. هلا سعد. خليفة، ما عندي شورت سباحة. في محل رياضة هني، خلنا ننزل. يلا يلا، خلصنا. أوكي. يلا اختار. أوكي. يلا خلصنا، اختار. وينك؟ ادور عليك. ها موجود انا. لايف جاكيت؟ لا لا، اصلا ما كنت باخذ، بس قاعد اشوفهم. اي يعني ما تخاف يعني؟ لا لا، وش دعوه، ما اخاف. اي اوكي، بس قاعد احطهم هنا. يلا خلصنا خبره. اوكي خلني اخذ الشورت. ها ايش تبون تسوون؟ تبون تلعبون بلاي ستيشن ولا تبغي الجيت سكيز؟ والله نطلع على الجيت سكيز احسن قبل ما تغيب الشمس. طيب اوكي، انا وفهد بنلعب بلاي ستيشن. فاتح وين؟ عند النطر. خلاص يلا. تبي شغل البلاي ستيشن؟ اي شغله. بلاي ستيشن يا فهد، مش اغاني. فهد تعال تعال بقول لك شيء. فهد اسمعني، عندنا ضيف، احنا لا تفشلنا قدامه. اوكي؟ ما سويت شيء. شو ما سويت شيء؟ قاعد شغل اغاني، اقول لك بلاي ستيشن شغل لي اغاني. سوري سوري، نسيت اصلا. اوكي خلاص، بس لو سمحت تبي نشغل البلاي ستيشن؟ لا لا خلاص. تبي نصلي؟ ما في وقت بعدين، بس انا بروح اجيب السجاير. اوكي اوكي بسرعه. وصلتوا بعيد ولا؟
ايه احنا اليوم بعد الحين بننزل. ايه فهد وغانم. لا بكلمك انا. فهد لا تشتط واجد، ما حد فاضي يطب وراك. يا اخي بروحك ثقل على الطبيعة بعد طب وراك. خليفة لفة واحدة بس وبرجع. لا تروح. والله لفة واحدة بس وبرجع. طيب انتبه. هاش اخبارك بعد؟ والله الحمد لله. يا وين ولدي؟ هلا خالتي. خليفة؟ وين ولدي ما يرد علي؟ فهد قاعد يتسبح في البحر. تعرف انه ما عرف يتسبح صح؟ اشتري مني بعد ودي وختمي. قلوبنا لتحزن وإن عيوننا لتدمع وإن على فراق فقيدنا لمحزونون. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم أبدله دارا خيرا.